اهلا بحضراتكم من جديد. ان شاء الله تكون احتفاليه تليق بحرب اكتوبر المجيده 6 اكتوبر، وتليق ايضا باسم النادي الاهلي في تكريم الشهداء وتكريم الاعضاء الموقرين. عايز اقول لكم ان وفاق سطيف في الدوري الجزائري كسب النادي الرياضي القسطنطيني باربع اهداف مقابل لا شيء. ما تتخضوش من النتيجه، لان فريق النادي الرياضي القسطنطيني فريق يعني شويه كده في اواخر الدوري بتاع الجزائر، لكن اربع اهداف اعتقد ان هي برضه غزاره تهديفيه. وفاق سطيف فقد الحاسه التهديفيه او فقد التهديف عموما في اخر اربع مباريات، زي ما قال لي زميلي محسن لملوم طبعا المعد الدينامو بتاعنا بتاع القناه الاهلي، طبعا قال لي ان وفاق سطيف اخر اربع مباريات ما سجلش ولا هدف. اقول لكم الاربع مباريات كانت اولى مباريات امام الوداد وانتهت بدون اهداف، وصفر 2 امام الاهلي نكسب بنفس النتيجه هناك ان شاء الله يا رب، وشبيبه القبائل 0-1 وكسب مولوديه وهران، لكن مولوديه وهران هو اللي احرز الهدف في نفسه، هدف مقابل لا شيء. عشان كده كان عندهم يعني صيام تهديف، ان شاء الله يستمر هذا الصيام التهديف في مباراه الاهلي القادمه باذن الله. ولكن يعني اربع اهداف اعتقد برضو ان هم بداوا يرجعوا للتهديف، لكن احنا شفنا وفاق الصيف، احنا شفنا كمان النادي الاهلي كان ممكن يكسب هنا بنتيجه كبيره جدا جدا. مش عايز اقول بقى رعونه، مش عايز اقول الاستهتار، لكن هي كانت الظروف كده، كان نفسنا ان احنا نكسب 4-5 تروح هناك وانت حاطط رجل على رجل مطمن جدا. لكن خلينا نعيش الاحداث وخلينا نعيش متعه واثاره كره القدم، لكننا طبعا احنا كاهلاويه مش عايزين نعيشها. لكن ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله يحقق فوز هناك، وفوز كبير كمان، وفوز يطمن.